أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من قال هذه العبارة: الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، وهل يكفر بهذا القول أو أن هذا الكلام يحتمل التأويل؟ ومن هو الموكل بقتله؟ هل يجوز لأي شخص أن يقوم بقتله؟ هذا لا يجوز تناقله ولا ذكره، هذا الكلام هذا أقبح وأشد وأشنع كلام على وجه الأرض، اللي يسوي بين الله والشيطان، نسأل الله العافية، هذا لا شك في كفره. ويجب على ولي الأمر إذا ثبت عليه ذلك بإقراره أو بشهادة شهود أن ولي الأمر يقتله، يجب عليه ذلك. نعم.